السلام عليكم اصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد منين درنا حصه ديال التمارين ديال لي غاسين كاري، غنعاودو نديرو حصه اخرى، وهاد المره غادي نشوفو كتاب ديال مونغول لابومات تروازيام اني كوليج، ونشوفو التمارين ديال الصفحه ديال هاد الترس هذا بالذات، وغنشوفو مع ليكزيرسيس الاول اللي تيقول لي فيريفي سي لي انفيرماسيون سويفونت سون فري اوف، اذا غنجاوبو بصحيح ولا خطا هاد المعلومات اللي غادي يعطيونا، واش هما صح اولا ماشي صح. عندنا 25 اي لو كاري دو 5، لو كاري دو 5 اي ملي تنقول لو كاري بحال اللي كنقول 5 او كاري كتعطيني 25، واش هادي صحيحه؟ وي صافي فوالا. غنجيو هنا قال لك ويت ا بور كاري، اذن ا بور اذن ويت، الى درنا ويت بور كاري ديال 20 يعني بور كاري ديال 64 كما قلت لي، يعني الا درنا 8 مضروبه في 8 كتعطينا 64 فوالا، وها 8 في 8 هي 8 او كاري كتعطينا 64، دونك المعلومه فغي واضح. حنا شرحنا دابا مزيان. دابا قال لك المؤنف ا بور كاري دو موان كذا، ما يمكنش لان ديما الكاري كيكون بوزيتيف، هذه خدها في بالك ديما تيكون بوزيتيف، وهنا الكاري عطانا اللي هو نيجاتيف، دونك هنا بلا ما نبقى نحمق ندير نو. 144 اي لو كاري ديال موان 12، وي علاش؟ لان الا درنا موان 12 تو او كاري غادي تعطيني 144، غنديرو وي. وحتى 12 الا درنا او كاري غتعطينا 144، ديما الاو كاري تعطيني واحد العدد اللي هو بوزيتيف. مزيان، غادي نجي عاوتاني لاخر سؤال. الموان 3 او كاري اي لو كاري دو 3، واش هذا هو الكاري ديال 3؟ لا، علاش؟ لان موان 3 تو او كاري كتعطينا ناف ماشي 3، صافي هذا هو الكاري ديال 3. لا لا فري فري سي با نو، هنايا راه ماشي نو الدراري، مي هنا وي. علاش؟ لان ناقص 3 او كاري حنا كنهضر على هذا مربع، اذا هذا المربع راه تساوي المربع ديال 3 اس 2، راه بحال بحال كما كتبنا كما هنا تيعطيونا نفس المربع، دونك هنايا وي. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 2 قال لي اكري سو فورم دون كاري ا باز بوزيتيف، يعني بغينا لا باز ديالو يكون بوزيتيف. شاكون دي نومبر مثلا 49 غادي نديرو كاري 49 شحال تعطيني؟ 7. 121 جذر شحال غادي يعطينا؟ 11. زيد وعرفنا كي درنا تلقينا 7، واخا هي درنا لها جذر، ها لا باز بوزيتيف او كاري، او كاري قلنا غيطير لينا الجذر وغتبقى لينا 7. يلاه دابا عاد عرفتو ملي جبنا 11، قلنا الغاسين ديال زيرو دائما هو زيرو فوالا. دابا عندنا الغاسين ديال 0.25، هاد 25 شنو هي؟ هي 5 او كاري ياك، اذا 0 فاصلة الا بغينا نديرو هو جذر ديال 0 فاصلة شحال باش تعرفوه؟ 25 اوكاري هي 5 اوكاري ياك، اذا درنا هنا 0 فاصله نديرو هنا 0 فاصله، ها هادو بحال بحال، تاكدوا واخا. غادي نجيبو الماكينه بحال هكا وغادي نديرو جذر، ها هو نبركو عليها ونديرو 0.25 باش يعطينا 0.05، اذا شحال عطانا هنايا؟ 0.5 صافي. هذا اوكاري اللي غيطير لنا الاوكاري جذر، وغيبقى لنا 0.5، يعني حنا 25 هي 5. مزيان، نجيو هنايا عندنا 1.69 جذر 1.69 بحال تنقولو 13 وقيلا ولا 14 ولا، غنديرو هنايا جذر شحال هنايا؟ غنديرو 169 حنا، هاهو 199 زيد 13 شي، يعني راه غنديرو ليه الفاصله غيولي بحال غادي نقولو له جذر 1.3 لكل اس 2 واللي تيعطينا 1.3. حنا درنا بحال هكا ودابا غادي نتاكدوا، غادي نديرو جذر 1.69 شحال كتعطيني؟ شيا 1.3. ديما نحفظ ليا لي كاري بارفي اللي كنت شرحت لك في اول حصه وقلت لك راه مهمين، هنا راه هذا كاري بارفي فيه فاصله وحده، حتى حنا غنديرو فاصله بحال هنايا عندنا 0.09 جذر. دابا هنايا ردوا لي البال،
عندنا هنايا تسعود، اذا تسعود هو الكاري هو ثلاثة او كاري ياك، وعندنا هنايا الفاصلة جوج من مورا الفاصلة، يعني غيولي لينا صفر فاصلة ثلاثة، اذا غيساوي هنا هو صفر فاصلة ثلاثة الكل او كاري اللي غتعطينا هي صفر فاصلة ثلاثة. نعود نتأكدوا من هاد القضية هادي، غادي نديرو جذر صفر فاصلة صفر تسعود شحال كتعطينا الشوا هي صفر فاصلة ثلاثة، وداكشي اللي لقينا هنا في هاد التمرين. ندوز السؤال الثاني. وبالنسبة للدروس ديما كنوصيكم اللي ما شافش يدخل لاشين سكولا طوب، غادي تلقى الدروس ديالك لي غاسين كاري اجي سيدي هنايا الفيديو، وغادي تهبط وغتلقى لي غاسين كاري. راه حنا دينا درنا الحصة الأولى ديال التمارين، ها هي درناها لايف، وهادي راه الحصة الثانية الدراري. وضروري أنا كنعاود أنسيستي ليكم هبطوا أخوتي شوفوا لي الطاس اللي كنا درنا، وهاد قابلية القسمة راه غادي ينفعكم مزيان الطاس. ما تنساش خلي واحد لايك إلا كنتي أول مرة كتشاهد هاد القناة هادي، وبارطاجيها مع صحابك. وبالنسبة للعرض اللي دايرين لايف كل نهار راه شبه مجاني، راه ماشي مجاني، شبه مجاني، يعني في واحد الثمن اللي هو رمزي. والسؤال الاول نورمالمون راه ما خاصناش حنا نحسبو، لا حيت ما طلبش منا نحسبو، ولكن طلب منا الكاري بوزيتيف، يعني بحال هكا ما نديروش هكا، نديرو هكا صافي. هنايا كاع هادو غنحيدو ليهم، نحيدو ليهم الجذر بالنسبه للتمرين الاول. وفي التمرين الثاني هو الحساب، يعني هادشي اللي درنا في الاول فاش حسبنا هو السؤال رقم 2 في التمرين ديالكم. دونك هذا بحال هكا، وهنايا غادي نديرو اوكاري، يعني هذا هو اللي جبدناه لا باز بوزيتيف، هي هادي لا باز بوزيتيف. في السؤال الثاني هو الحساب باش خرجنا بالحساب ديالنا. المهم التمرين رقم 3 قالك غوكوبي اي كومبليتي لي زيكسبريسيون سويفونت، هاد الشيء هذا خاصنا نكملو العمليات. عندنا غاسين ديال تسعود وديرلنا اوكاري، اذا غاسين ديال 3 اوكاري، والاوكاري غيطير ليا الغاسين وغتبقى ليا 3. هنايا عندنا الغاسين اوكاري ديال هذا العدد كامل بحال اللي كنقول هو النيت 2.5 الكل اس 2، وغيبقى لينا 2.5 حيت لان الكاري ديما الخارج ديالو تيكون بوزيتيف. هنا نحاول هذه ما غاديش يقدني لي سباس هنا، ولكن غادي نكتبوها ونديروها هو الجذر 98. قلنا هنا غادي نعاودو، عندنا سيدي 98 هي 49 نضربها بجوج على 8 هي 4 نضربها في جوج، غادي نختزلو بجوج، وعندنا دائما وسط الجذر 49 هي 7 اس 2 على 2 اس 2 ها، وهنا غادي نحاولو نجمعوهم بجوجهم في اس واحد تنطبقو عليهم البويسونس باش نخرجوهم ويعطينا 7 على 2. هنايا عندنا هو 0.6 اس 2، وهنا عندنا 13، يعني 13 هنا 0.6. مزيان ندوز التمرين اللي مورا. دونك في ليكزيرسيس 4 قال لك دوني سي بوسيبل لا فالور اروندي او ميلي، يعني اروندي او ميلي بحال اللي كنقلبوا على 0.00، تنقلبوا على جوج ارقام من مورا الفاصله هي اروندي او ميلي دو الكاري دو لا غاسين كاري دو شاكين دو نومبر سويفون. هذا العدد هذا بغينا يعني 0.00 بالبيليم، يعني العدد التقريبي ديالو اشنو غاسين ندير في هذه الحاله. الاغونديسمون هادي غير ما عندهاش شي معنى في هاد الدرس هذا، ها زادوه في التمارين في هاد الكتاب وصافي، انا بالنسبه ليا راه ما نافع في التوزع، ها زايدينها وصافي. حمقوا بيا الدراري الخاوي اغوندي اغوندي، يعني والو فيهاش من اغوندي. يا ربي حد ما يستر.
علينا. صافي المهم هادشي اللي كاين راه تنديرو كالكولاتور باش كنخرجوا هاد الاعداد هاد، وهادشي الدرس راه ما نافع، التمرين ما نافع والو، فما تكدروا على راسكم. واخا بالنسبه لهاد التمرين هذا حلو سهل الدراري، قال لك اون اوتيليزون كالكولاتور دونك كنستعملوا الاله الحاسبه وباش نعطيو لي فالور اكوندي السنتين يعني للمئات. بحالاش غنمشي لهاد العدد اللي هو مثلا جدر 5 زائد جدر 10، غندير كيساوي شنو هو جدر 5، غنجي لهنايا وغادي ندير جدر 5 شحال كيساوي ليا تقريبا 2.23. ها هي 2.23، غنزيد عليها عاوتاني جدر 10 شحال كيساوي، غندير هنا جدر 10 تساوي شحال جدر، كيف جدر 10 كيساوي 10 ما يمكنش، نقص جدر 10 جدر 10 كيساوي لينا شحال تمايا 3.16، 3.16 وغنجمعوهم ببعضياتهم. دونك هذا غادي نزيدو عليه 2.23 وغادي يعطينا 5.39، 5.39. هادشي اللي درت لهاد الكسر هذا راه غنديرو جميع الكسر هنايا، غنديرو بحال هكا، عندنا 5 زائد 10 شحال كتساوي، هي جذر 15 كتساوي، غنجي لهنايا وغندير جذر 15 كتساوي شحال 3.87. وشوفوا هنايا جذر 5 زائد جذر 10 وهنا مجموعين لداخل، شوف شحال خرج ليا، وشوف هنا مفروقين شحال خرج ليا، وهنا فاش قلت لكم منين يكون عندنا زائد راه ماشي بحال الا جمعناه في الدرس. واخا غادي نجيو جذر 23 غنزيدو عليه جذر 52 كما درنا لهادو غنديرو لهادو، دونك غنجيو جذر 23 وحنا بغينا غير لي سنتيم، سنتيم يعني المئات، نديرو جذر 23 كيساوي هي 4.79، 4.79 زيد عليها جذر 52 إذن هو تقريبا 7.21، شحال راه يعطيني تقريبا، غادي نجمعوها غنزيدو عليها هادي 4.79، إذن شحال كتعطينا 12.00، دونك 12.00. فوالا غادي نحيدو دابا هادشي هذا وغادي نعاودو نصاوبو العمليات الاخرين، لان حنا صاوبنا 3 وهنايا عندنا جذر دابا الى جمعناهم 23 زائد 52 كيساوي هو جذر، غنجمعوهم هي 5 75 وجذر 75 شحال كيساوي عندك هنايا 70 75، دونك جذر 75 تساوي لينا 5 جذر 3 اللي هو 8.66، 8.66. غادي نجي لعند جذر 2 زائد جذر 29 قسمة على جذر 2، فوالا جذر 2 هي 1.44، 2 جذر شحال هنايا 1.41 كتساوي تقريبا 1.41، 1.41. هنا غادي نزيدو عليه جذر 29، دونك جذر 29 شحال تيعطيني، كيعطيني تقريبا 5.38. فوالا غادي نجمعوها نزيدو عليها 1.41 شحال كتعطينا 6.79، 6.79 وغادي نقسمو على 1.41، إذا الخارج شحال يعطينا، غادي نقسمها على 1.41، دونك يعطيني 4.81، 4.81 مزيان. دابا غادي نمشيو نجمعوهم بعضياتهم، نحيدو هادشي دابا هذا كيما لقينا حنا، دابا اللي تيهمنا هو نفهمو، كاين كتر اللي كيبغي ياخد غير أسئلة، ولكن حنا اللي تيهمنا هو نفهمو كيفاش خرجنا 2.29 على 2 تتساوي، خاصنا نجمعو هاد الجذر، إذا هنا هي 31 على 2 كتساوي 31 على 2 هي جذر 15.5، جذر 15.5 هي 31 على 2، غادي نشوفو شحال كيساوي هاد الجذر
هنا جذر 15.5 كيساوي شحال؟ 3.93، 3.93. وغادي نمشي عند آخر عملية عندي اللي هي جذر ديال بي ناقص 29 تو أو كاري، شحال تيساوي؟ واخا هنايا أسيدي هاد أنا نقد ندير واحد القضية، هاد العدد تيخرج ليا موجب، أنا نديرو بكالكولاتريس، غنديرو أسيدي نحلو هنا ونحلو الأقواس وغادي نديرو بي، ها هي إلا بغيت نديرها كندير شيفت كنبرك على هادي كتعطيني هي بي ناقص 29، سدو القوس ونديرو أو كاري ونديرو تتساوي شحال؟ تعطاتنا 25.85، 25.85. تا هو تال هنايا كيتسالى الفقرة اليوم ديال هاد الصفحة هادي ديال هاد الكتاب، وموعدنا في تمارين وحدين أخرين إن شاء الله. خليتكم على خير، الله يودعكم كاملين، السلام عليكم.